خليني اخد حضراتكم بسرعه ونروح للبرلمان، لان البرلمان النهارده ناقش تشريع خاص بمشكلات المواطنين اللي عايزين تعويضات نزع الملكيه للمنفعه العامه. النهارده لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب ناقشت الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه علشان تطبق قانون نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه، وده في ظل ان الدوله بتنفذ العديد من المشروعات القوميه، شبكه الطرق القوميه، حاجات مشروعات كتيره علشان نعالج اشكاليات تطبيق القانون لما تم نزع الملكيه الخاصه للمنفعه العامه. اجتماع لجنه الاداره المحليه النهارده شهد تهديد بسحب، يعني او شبه تهديد بسحب الثقه من الحكومه، وده لان الحكومه ما طبقتش القانون في ملف نزع الملكيه وتقديم التعويضات المناسبه. رئيس اللجنه المهندس احمد السجيني قال ان البرلمان قد يصعد من أدائه الرقابي لحد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن طبعا إن لا البلد ولا المنطقة بتستحمل مثل هذه المعركة السياسية اللي ممكن تحصل. وقال إن كل من يتعامل مع ملف نزع الملكية إن هو يطلع على الدستور اللي ما مش بيطبق في كتير من الأحوال. خلينا نشوف المهندس أحمد السجيني بينضم إلينا عبر الهاتف لمعرفة تفاصيل أكتر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم مهندس احمد السجيني. اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. النهارده يعني لجنه الاداره المحليه وصلت مناقشه يعني الموضوع الخاص بنزع الملكيه الخاصه للمواطنين للمنفعه العامه، واكدت ان اللي يبقى فيه ضروره لصرف التعويض بسعر السوق الحالي مع اضافه نسبه 20%. التعديلات دي هيتم تطبيقها على عمليات نزع الملكيه الجديده ولا هتم تطبيقها باثر رجعي؟ يعني هي مش تعديلات، هو القانون الحالي قانون 10 سنة 1990 وتعديلاته بينص على هذا الأمر، إن التعويض يكون بسعر السوق وقت استصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ومضافا إليه 20%. شوف يا هقول لسيادتك، هو الإشكالية في الموضوع ده إيه؟ إحنا طبعا القانون الحالي صدر في التسعينات القرن الماضي، وكان بيتعامل الحقيقة مع أدوات موارد بشرية، طرق نشر كانت متاحة في الوقت ده. أيضا كان بيتعامل مع حركة حكومات فهم التنمية العمرانية بطريقة مغايرة عن الفهم الحالي في العصر الحالي في النظام الحالي. طبعا. يعني إيه؟ يعني أنت النهاردة حضرتك حجم المشروعات اللي بتتم في كل المحافظات الحقيقة طبعا كلنا شايفين انه حجم غير مسبوق. صحيح. فالامر ده بيستتبع ان يبقى عندك كثير من القرارات والمشروعات اللي هي متعلقة بان يبقى المواطنين لازم يتعوضوا. مع سرعة المتطلبات اللي احنا رصدناه ان بيتم تنفيذ المشروع قبل ان المواطن ياخذ مستحقاته في التعويضات اللازمه في الملكيه، لكن كله بيقبض فيما يخص التعويض القاطنين او التعويض الاجتماعي، يعني ما حدش بيخرج بره شقته، لا طبعا حالات استثنائيه نادره لما بنرصدها كلنا بنقف فيها يعني وقفه جاده سواء برلمان او حكومه. لكن في القواعد العامه، القواعد العامه ان المواطن بياخد تعويض اجتماعي، لان احنا فوجئنا بمظاهر مختلفه بقى موجوده على الارض. إن انا بس عايز اسال سؤال في الحته دي، اسمح لي باشمهندس احمد. هي اللجنه رجعت مشكله تعويضات نزع الملكيه انها بتظهر عند تطبيق القانون، اما صحيح. بلايحه تنفيذيه او على حسب تعبير حضراتكم او مسؤول ما كانش فاهم الموضوع او قلبه قاسي. ده الحقيقة يعني ما هو ده كمان اللي هو فكرة ان انا هسيب الموضوع لهذه الاحتمالات، ما هو ما مش منطقي. وعشان كده اللجنة عقدت أول اجتماع لنا في دور الانعقاد بعد تشكيل اللجنة، دور الانعقاد الأخير كان على رأس الموضوعات هو موضوع التعويضات. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أسيب مسؤول مش فاهم أو مسؤول قلبه قاسي زي ما أنا الحقيقة هم نقلوها فعلا كده، يكون مش 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 مدرك أهمية التوقيت. هو كله هياخد تعويضاته، لكن مهم قوي يعني فرحتي المواطن يسيب أرضه وداره وياخد التعويض عن الملكية بعد سنة أو بعد سنة ونص، فبيبقى فيه يعني المشكلة في توقيت صرف التعويض.
المشكلة طبعا في توقيت صرف ده. لا صرف، بص هقول لسيادتك، صرف التعويض ده إلزام دستوري وقانوني، ما لو ما صرفوش تعويض المواطن يروح المحكمة. لكن مش دي القضية، ان هو يصرف ولا ما يصرفش، هو القضية هو بيصرف تعويضه امتى. يعني وفي احيانا في الاجراءات نظرا ان التشريع الحالي تشريع عقيم، ان ممكن حضرتك قرار نزل مكان يتم صدوره ويسقط بعد 3 سنين، وتمر 3 سنين والمواطن ما يعرفش نظرا لتعقيدات الاجراءات. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا سيادة النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم وكده.